بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة صباحية مباركة لكم سادة الكرام. أسأل الله بها سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح، ويتقبل بها أعمالنا وأعمالكم، إنه السميع الدعاء. ضمن مجموعة قنوات كربلاء الفضائية التي هي مرآة العقيدة وراية الأحرار، نحييكم أطيب تحية في هذا الصباح المبارك، وضمن هذه التغطيات المباشرة التي تأتيكم في أوقات مختلفة لننقل لكم بها ما يجري في هذا البلد العظيم، البلد الذي تكاتفت به الأرواح والأنفس والأيادي من أجل أن تصبو إلى سيد الشهداء الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وذلك لكي يخرج العالم اليوم من العراق بصورة غراء تتمثل بالوحدة والمحبة والتآخي والتآزر والنبل، وتستمد من هذه النهضة جميع القيم السامية. سادة الكرام، إن لدور الشباب الحسيني في هذه النهضة الحسينية وبناء العراق أثرا هاما، ولذلك اليوم سوف نتكلم ابتداء من هذه الساعة عن دور الشباب الحسيني في إحياء النهضة الحسينية وبناء العراق. ولا يخفى عليكم سادة الكرام أن الأمم والحضارات والدول بكافة عقائدها الوضعية وغير الوضعية ترتقي دائما من خلال نهضات وضعية بالشباب. وعندما نقول نهضات وضعية، هي لم تتأتى دائما، أقول لم تتأتى دائما من تأصيل قرآني أو تأصيل لكتاب سماوي أو تأصيل لرجل كالإمام الحسيني عليه السلام والثل من آل بيته أو من نبي، إنما أغلب تلك النهضات التي جاءت بها الأمم هي نهضات وضعية ولربما شخصية، ولربما هي تحابي ظرفا ما، عاكس ظرفا ما. فلا ننسى كثير من الشخصيات التي نهضت باسم الحرية كجيفارا وغير ذلك، بغض النظر عن السلبيات الموجودة في نهضاتهم والإيجابيات الموجودة في نهضاتهم على حد متبعيهم، إلا أن الشباب كان لهم دور بارز في أغلب تلك النهضات لبناء دولهم وحضاراتهم. ولكن عندما نأتي إلى نهضة الإمام الحسين عليه السلام، تجد المستوى الشبابي مستوى رائد وحاضر بشكل رصين، هذا على مستوى النهضة التي تولدت من أس الإسلام الحقيقي. أما لو جئنا إلى أساس الدين الإسلامي، فلا يخفى علي وعليك سيد الكريم أن الإسلام قام على فتى شاب هرع بنفسه وجاهد حق الجهاد لكي يحمل أعباء ذلك الدين ومصاعبه في بادئ الأمر، لكي يقف مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لبناء الدين الإسلامي، ألا وهو سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذا الرجل العظيم ولد لنا شابين مؤمنين عظيمين سمت بهم القيم الإسلامية، وانعكس أثر الإسلام على كافة الديانات وكافة المعتقدات بوقتهم وبوقتنا الحالي، ألا وهم الحسن والحسين، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فحري بهم إن كانوا سيدا شباب أهل الجنة، فبلا شك هم سيدا شباب أهل الدنيا والآخرة. أجدد تحيتي وترحابي بكم سادة الكرام. اليوم إن شاء الله لدينا أخوتنا الأعزاء من محاور مختلفة سوف ينضمون معنا على بركة الله تعالى، ونأخذ هذا المحور الأساس هو بما يتعلق في دور الشباب الحسيني، وهناك بلا شك سوف يكون لكل منهم كلام حول الدور الخاص بالشباب
على المستوى العقائدي والمستوى الرسالي والمستوى الثقافي والمستوى الفكري لما يواجهه اليوم الشباب في العراق والشاب المسلم بشكل عام. أحيي أطيب تحية لجميع الأخوة المتواجدين في المحاور من مدينة سيد الأوصياء السيد علي السوداني، من موكب العتبتين المقدستين أحمد الفتلاوي، من محور الصحن الشريف السيدة أوند العبودي، من مركز المدينة السيد أنمار الفضلي، لهم فائق التحية والاحترام والود، وأسأل الله لهم التوفيق. وكذلك الأخ كرار الوزني من مدينة الإمام الحسين عليه السلام، لكم جميعا التحية والود، وأسأل الله لهم جميعا الخير والسداد والتوفيق فيما قدموه في الأيام السابقة وما يقدمونه الآن واستمرارا إلى أيام الزيارة. سيد علي السوداني تسمعني سيدي الكريم؟ حياكم الله. الأستاذ علي السوداني حياك الله، أسأل الله لك القبول والسداد سيدي الكريم. الله يبارك بكم، الله يحفظكم عزيزي. أستاذ علي، نعم أستاذ علي، لا ننسى ولا يخفى علينا ما تفضلنا به قبل قليل من دور الشباب الحسيني في مسألة إحياء النهضة الحسينية وبناء العراق، وأود أن أتكلم معك في بعض الأمر عن الدور العقائدي في هذا المحور وفي هذا الموضوع ولزاما بما تشاهده على وجوه زوار الإمام الحسين عليه السلام ومسألة الارتقاء بهذا الجانب العقائدي. لك الحديث ولك التحية. أحسنتم، حياكم الله وحيا الله كل الأخوة والأخوات المشتركين في هذه التغطية، حيا الله كل المشاهدين والمتابعين لقناتنا قناة كربلاء الفضائية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا روح الصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها. الجانب العقائدي هو الجزء والركن الركين والمرتكز المتين في هذه الزيارة، الفطرة السليمة لكل السائرين إلى كربلاء منذ أول زيارة حتى اليوم. لو لم تعضد بجانب عقائدي هذه الفطرة لما استمرت. يعني نحن عندما نقول أن أجدادنا كانوا يسيرون بفطرتهم إلى كربلاء، من الذي دعم هذه الفطرة وكيف استمرت هذه الفطرة؟ استمرت من خلال أنها كانت متداخلة مع أحكام شرعية وقضايا عقائدية وتمييز بين الحق والباطل والجائز وغير الجائز. هذا التمازج، هذا الامتزاج جعل من الزيارة تستمد زخمها واستمراريتها. هذه نقطة. النقطة الثانية، العماد المحرك أو القوة العظمى المحركة لهذه الزيارة، من؟ القوة العظمى المحركة لهذه الزيارة هي قوة الشباب. كيف؟ بقوة الشباب تختلف الأمور. بقوة الشباب الواعي الزائر إلى كربلاء تستمر الزيارة. هذه الأكثرية التي نراها شابة، هذه الأكثرية العقائدية المتوقدة حبا بسيد الشهداء، هذه الأكثرية الشابة المتوجهة إلى كربلاء، هذه الأكثرية هي التي أضحت الدور العقائدي الأساس. يعني هم الذين سيمارسون دور آبائنا معنا، هم الذين سيأخذون الدور كربلاء وينقلونه إلى أبنائهم زوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم. الآن الجانب العقائدي أين في الزيارة؟ كل الزيارة عقيدة، يعني وأصل الزيارة عقيدة، هذه الزيارة إلى كربلاء عقيدة لأنها ترتبط بالإيمان بالله تبارك وتعالى من خلال طاعته في حب محمد وآل محمد وولايتهم، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله من خلال الانتماء إلى مدرسة أبنائه وأحفاده أبناء الصديقة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها، من خلال الإيمان بأشياء لم نرها، من خلال الإيمان بالقرآن الكريم الذي كان يتلوه سيد الشهداء، من خلال الإيمان بالصلاة والصوم، والانتقال من هذه الأبعاد العقائدية إلى عمق شرعي. شاهد الكلام، وحتى أعود إلى سؤالكم الموقر، الجزء العقائدي المحرك لهذه الزيارة هم الشباب.
والجزء العقائدي المحرك وهم الشباب ليسوا بمعزل عن التصحيح، في كل سنة يطورون أنفسهم، في كل سنة نجد أن الشباب بمجملهم أقرب إلى الحسين أبعد عن الدنيا، في كل سنة نجد أن هناك أصداء لعلي الأكبر، للقاسم، لأبي الفضل العباس، يتقربون بهذه الأصداء. يعني من يؤدي هذه الأصداء قولا أو فعلا يتقرب إلى الله، إلى سيد الشهداء، ويبتعد عن الدنيا وملذاتها. وهناك أدلة كثيرة. عندما سقط الطاغية صدام أصبح الرهان على تقسيم العراق، وأصبح الرهان على تقسيم العراق ينقسم إلى مراحل وفق أيديولوجيات قوى الشر. واحدة من هذه المراحل كانت الطائفية، واحدة من هذه المراحل كانت في الطائفية، كانت أن القادم إلى كربلاء يذبح. ماذا وجدنا بالشباب؟ وجدنا الشباب يعود إلى زمن الإمام الهادي سلام الله عليه، عندما سئل نذهب إلى كربلاء يقتل أحدنا، يقتل منا الكل، تقطع اليد، قال لا تتركوا زيارة جدي الحسين. هذا الدافع والحافز وجدناه صدى لعلي الأكبر سلام الله عليه، لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. وجدناه صدى للقاسم سلام الله عليه، هذا الشاب العظيم. المرحلة الثانية من بعد الطائفية كانت مرحلة انقسامات سياسية، مرحلة انقسامات، والبعض كان يدق على بعض الأوتار التي بفضل الله تبارك وتعالى قد فشلت، مثل قضية أنت تقلد المرجع الفلاني وأنا أقلد المرجع الفلاني، أنت شيعي أنا سني، أنت من المنطقة الفلانية أنا من المنطقة الفلانية، هذه كلها فشلت. من الذي أفشلها؟ طبعا الأمر لله والتسديد من المعصوم والقول قول العلماء، لكن الشباب الواعي المنتمي لهذه المدرسة هم الذين أفشلوا بعقائديتهم أو بقوتهم العقدية، أفشلوا هذا المخطط. المرحلة الأخرى كانت مرحلة داعش، والتي هي مرحلة ليست بالسهلة، كل الرهانات الغربية، الرهان الأمريكي وغيره، أن هناك 30 سنة من الحرب أنهت هذه الحرب فتوى لحفيد علي صلوات الله على أمير المؤمنين، فتوى للسيد السيستاني حفظه الله، والشباب المضحي الواعي العقائدي الذين تربوا بهذا الطريق وتحت منبر الحسين سلام الله عليه. هذا الجانب العقائدي الذي هو عماد المسألة، عماد الزيارة، لم نجده فقط منحسرا بهذه الأيام على شرفها، بل هو أصداؤه أو دروسه تستمد من كربلاء القوة، لنبقى سنة كاملة ما بعد 40 إلى 40 القابل نحن في دروس عاشوراء، نحن في دروس كربلاء، نحن في عقائد مطبقة. من الذي دفع الشباب أن يقاتلوا دون العباد والبلاد؟ نعم، فتوى لمرجع حصين رصين وتسديد إلهي، لكن التسديد الإلهي له تطبيق واقعي، الواقعية التي كانت هي التسديد الإلهي أو مصاديق المفهوم للتصديق الإلهي كان الشباب الواعي المضحي، كان الشباب الذي اندفع ليقاتل. من أين استمد هذه العقائدية؟ يعني من أين استودت هذه القوى العقائدية؟ فلنكن واقعيين أكثر. عندما كانت الفتوى وذهبت الجموع المؤمنة لتقاتل، الجموع التي رأيناها تسير ذهبت جميع يقاتل على مختلف أو تنوع أو تفاوت درجة انتمائه وفهمه لسيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا مجملا الجانب العقائدي في هذه الزيارة. أنا أرى بتصوري الشخصي أن القابل من الأيام سيحمل إطلالة جديدة لأنفاس الإمام الحسين سلام الله عليه عبر الشباب الذي ذهب وسار إلى كربلاء وتقدم عقائديا مضح واقف بكل شموخ وعنفوان وكبرياء. أتمنى وإن شاء الله هذا يدخل قيد التطبيق. نعم أستاذ علي، هل ترى هنالك مستوى عال لتعزيز القيم الوطنية؟ كون أن الإمام الحسين عليه السلام واحدة من أهداف بناء الوطن. بثلاث دقائق سيد الكريم. المستوى متوفر ومتواتر، كل إنسان وجدنا، كل شاب شيعي أحضر أصدقائه السنة، وكل شاب من الجنوب أحضر أصدقائه الأكراد، وكل شاب من الوسط أحضر أصدقائه من الغربية، ليكونوا معا في وطن اسمه الحسين سلام الله عليه. هذه روح وطنية واضحة، لا تحتاج إلى زخارف ولا تحتاج إلى كلام مثلي أو كلامي أبدا، هذا واقع. الحسين سلام الله عليه بدمه حفظ الإسلام، وبمسيرته نحفظ الوطن.
هذا واقع. هذه العقائدية التي جعلتنا نسير على سيد الشهداء، على نهج سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أرى أن القادم من الأيام سيكون تنفيذ لخطوات المسير إلى كربلاء من خلال أخلاقيات أرقى، مسير أقوى، محبة أكبر، انتماء أكبر لمدرسة محمد وآل محمد، تنامي الروح السامية، روح بناء الوطن وروح الحفاظ على الممتلكات وروح حفظ القوانين وحفظ مقدسات الآخرين وحفظ يعني الهوية العامة للشعب العراقي المتعدد. روح جديدة إن شاء الله ستكون مستمدة من هذه الزيارة، مستمدة من هذه الشعارات. روح الحوار التنافسي تبتعد، تأتينا روح الحوار التكاملي، أحاورك أختلف معك من أجل أنني أربح في الحالتين، أما تقنعني فأربح أو أقنعك فأربح، لا من باب أني أسقطك كما نرى في بعض وسائل الإعلام المأزومة والمشبوهة والتي تنحرف نحو مسارات يعني بعيدة عن أهداف الثورة الحسينية وبعيدة عن كل القيم الإنسانية الإسلامية، لأنها في جلها لا تنتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الروح العقائدية هي التي ستكون الهوية القادمة إن شاء الله. أسأل الله لك التوفيق أستاذ علي على نقل الجانب العقائدي لزوار الإمام الحسين عليه السلام وما لمسته من روحية عالية في خلجاتهم وفي ظاهرهم وفي ما ينعكس على أثرهم السامي تجاه الإمام الحسين عليه السلام. من جانب ومن جانب آخر الروح و الذات الوطنية. سادة الكرام، هؤلاء الذين قدموا من محافظات شتى ومن بلدان مختلفة هم من يحملون اليوم الدور الريادي الشبابي، وعندما نقول الشباب لا ينحصر ذلك على فئة معينة، بل أن كل الذين بأعمار كبيرة هم كانوا لهم دور سام بشبابهم وعلاقتهم بالإمام الحسين عليه السلام، إنهم وصلوا لهذا العمر كذلك صغاراً يتنامون شيئا بعد شيء، والكبار الشباب كذلك يتنامون شيئا بعد شيء لن يصبحون شيوخا كبار ويستمرون على هذه النهضه الحسينيه. اذا فلنذهب لنرى تلك الوجوه التي قصدت سيد الشهداء. ابتدت قصه ذبح والطف نهايه، نهايه كربلاء والمنتهى من هالبدايه. مشان العهد والمعتقد مشيت ولاية، يحدينا الحزن والتلبية بوادي المناية. نتأسى بجرح ذيك المشت بين الضحايا. زينب يا عظم زينب غدت كعبة رزايا، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية. مرة أخرى أحييكم سادتي الكرام. بعد أن تكلمنا عن الجانب العقائدي والدور الرائد فيه، لابد لنا من أن نتبصر ونظهر ونبين الدور الرسالي والريادي الثقافي فيما يتعلق بدور الشباب الحسيني اليوم في هذه النهضة الحسينية ودوره في بناء هذا البلد العريق، وذلك مع السيد أحمد الفتلاوي من محور العتبتين المقدستين. لك التحية والإكرام أستاذ علي الفتلاوي، أحمد الفتلاوي عفوا. لك التحية زميلي أستاذ عباس، وأجدد لك العزاء وللمشاهدين الأكارم ولزملائي في هذه التغطية. أقول عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أبي الأحرار وسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونحن نحيي أربعينية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أستاذ أحمد، لا يخفى عليك أن للجانب الرسالي والثقافي دور مهم جدا في يعني تطوير والارتقاء بجانب النهضة الحسينية، لا سيما كذلك في الجانب الوطني. أنت تعلم أن شبابنا يتعرضون إلى هجمات مختلفة
وهذه الهجمات على مستويات مختلفة، سواء على مستوى الكتاب وعلى مستوى العقيدة وعلى مستوى ما يترتب في مواقع التواصل وغير ذلك، والغاية من ذلك هو زعزعة القيم الشبابية خصوصا ما يتعلق بالنهضه الحسينية. هل لدور العتبتين المقدستين مستوى ارتقائي بالشباب يتمثل بمكافحة ما يواجهونه كونك الآن في محور العتبتين المقدستين؟ لك الحديث سيد الكريم. حياكم الله، شكرا لك زميلي أستاذ عباس، وأيضا أتقدم بالشكر إلى الزميل الشيخ علي السوداني، حقيقة أجزل وأوفى باعتباره متخصص في المجال العقائدي وهو أستاذنا في هذا المجال، تكلم عن الدور العقائدي لهؤلاء الزائرين وللشباب الحسيني. فقط أنه أضيف أن الإمام الحسين عليه السلام يعتبر هو قطب العقيدة، لذلك عندما تؤمن بعقيدة ما فإنك أكيد تنجذب لهذه العقيدة. عندما نقول الإمام الحسين هو مرتكز العقيدة، قطب العقيدة، فلذلك كل الأقطاب وكل الاتجاهات تسير وتنجذب إلى هذه العقيدة إيمانا منا بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو المنهاج الصحيح وهو الصراط المستقيم المؤدي إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا في تغطيات سابقة من خلال الآية الكريمة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الهداية تأتي من خلال الأئمة صلوات الله وسلامه عليه من خلال الإمام الحسين. أشير إلى الجانب الثقافي، وأنت تفضلت بالسؤال دور العتبات المقدسة في إرساء قواعد الثقافة الحسينية لدى الشباب. العتبة الحسينية والعتبة العباسية وباقي العتبات الأخرى، العتبة العلوية، العتبة العسكرية، العتبة الكاظمية، كل العتبات المقدسة ومراقدنا الطاهرة أخذت على عاتقها بناء الجيل الشبابي المؤمن بالقضية الحسينية من خلال التثقيف ومن خلال الدروس القرآنية وإقامة الدورات القرآنية وإقامة الدورات التثقيفية والمؤتمرات المحلية والمؤتمرات العالمية، وإعطاء فرصة للشباب لكي يشاركوا بهذه الدورات وبهذه المؤتمرات والحضور فيها بشكل فعال. هنا في موقف المقدستين ما بين النجف وكربلاء يوجد مركز التبليغ الحوزوي التابع للحوزة الشريفة في النجف الأشرف، وقد أخذ على عاتقه بناء هذا الجيل من خلال التوجيه ومن خلال الإرشاد ومن خلال التوعية التي تقدم لهؤلاء الشباب خلال هذا المسير. تجد هناك محطات متنقلة ومحطات ثابتة بين مسافة وأخرى في عدة مواكب يجلس الخطباء ويجلس المرشدين الذين أخذوا على عاتقهم هذا الدور لتوجيه الشباب وشرح قضية الإمام الحسين وأهداف ثورة الإمام الحسين وعلى ماذا استشهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. هذا الدور ليس في العراق فقط، وإنما هناك دور آخر لهذه العتبات من خلال ممثليات العتبات المقدسة وبالخصوص العتبة الحسينية والعباسية حتى خارج العراق في دول المهجر. هناك أيضا مراكز توعية وهناك أيضا مراكز إرشادية في تلك الدول من أجل كسب الشباب وعدم انخراطهم أو عدم انحرافهم إلى العادات والتقاليد التي لربما تكون في تلك الدول منافية للأخلاق الإسلامية وللرسالة المحمدية. فهناك توجه كبير لدعم الشباب في تلك الدول وتوعيتهم وإرشادهم من خلال تهيئة بعض الأساتذة من أساتذة الحوزة العلمية الذين يقيمون هناك حتى في المهجر، وخلق روح الانتماء إلى الوطن وخلق روح الانتماء إلى الخط الحسيني الشريف.
أستاذنا. نعم صديق. أحمد الفتلاوي، أنتم لكم وقفات كثيرة في تغطيات مختلفة ومتعددة في اللقاء مع زوار الإمام الحسين عليه السلام. أنا أسأل ابتداء من أول تغطية حضرت بها إلى هذه التغطية التي أنت متواجد بها اليوم، هل لمست وجود اختلاف ثقافي وفكري على مستوى الشباب؟ أقصد تحديدا على المستوى التطويري لهم. تفضل. نعم نعم صديقي، نحن استلمنا حقيقة مكتب النجف الأشرف محور البصرة من يوم 28 من شهر المحرم الحرام، ومرورا بالمحافظات الجنوبية والوسطى حتى الوصول إلى مدينة الحلة، والآن أنا أتواجد معكم في موكب العتبتين في مدينة النجف الأشرف في الطريق المؤدي إلى كربلاء. حقيقة هذا السؤال مهم جدا الذي لمسناه خلال هذه الزيارة. هناك تغير جذري كبير لدى الشباب من خلال ارتداء الملابس اللائقة، من خلال التصرف والألفاظ التي يجب أن يتحلى بها الزائر نجدها عند الشباب. هناك التفاتة حقيقة رائعة جدا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، نلاحظ الشباب عندما يتفاعلون مع ما ينشر في هذه المواقع وفي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تكون الردود إيجابية، وتكون الردود نحو الإصلاح ونحو إبراز الحالات الإيجابية والابتعاد عن الحالات السلبية. لاحظنا الشباب الذي كان في الأعوام السابقة لربما يركز على بعض النقاط السلبية من أجل إظهارها والتقليل من شأن هذه الزيارة، في هذه السنة لا، لاحظنا العكس، هناك ثناء على النقاط الإيجابية وإبراز هذه النقاط الإيجابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإبرازها والالتزام والتقيد بها. حتى لاحظنا بعض الشباب بدأوا يثنون على الحالات الإيجابية كما شاهدنا في بعض اللقطات، وخاصة الصورة لتلك المرأة المحجبة، تلك المرأة الزينبية العفيفة التي ذهبت إلى كربلاء وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة. لاحظنا الثناء والمدح والإطراء لهذه المرأة مما دفع بالزينبيات الشابات، أنا أتحدث عن الشباب ليس من الذكور فقط وإنما حتى من الأناث، لاحظنا الزينبيات بدأنا يتأسين ويقتدين بتلك المرأة تأسيا بزينب سلام الله عليها، بدأنا يقلدن هذه المرأة حتى ظهرنا بصورة لائقة ويمتدحن من قبل الآخرين في وسائل التواصل الاجتماعي. الشباب أيضا بدأوا ينشرون هذه الظاهرة، يحثون بعضهم البعض على أنه يجب الالتزام بقضية الإمام الحسين وفهم قضية الإمام الحسين. لاحظنا الشباب، ويمكن أنت أيضا شاهدت معي صبية في مقتبل العمر وهم يسيرون إلى كربلاء ويتلون القرآن، يجودون القرآن بأبهى صورة بأبهى تلاوة. هذه الظاهرة تشجع الآخرين أيضا على أن يحذون حذو هؤلاء الشباب. إذن هي صورة حسينية معبرة تبشر بخير، وأنا على ثقة بأن العام المقبل ستكون هناك انطلاقة واسعة وسيكون هناك طفرة أو قفزة في أداء الشباب من أجل إظهار القضية الحسينية بأبهى صورها حتى نحاكي العالم. تعلم اليوم أنه الإنسان يقال له ابن بيئته، ابن بيئته، فالثقافة يجب أن تظهر إلى العالم. نحن أصحاب الثقافة الحسينية يجب أن نبعث بهذه الثقافة إلى دول الغرب لكي هم يتعلموا منا ولا يصدروا لنا ثقافاتهم، بل نحن من نصدر لهم الثقافات الإسلامية التي أمر بها الدين الحنيف وخرج من أجلها أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حين قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نعم، جزاك الله خير أستاذ أحمد الفتلاوي بما أدليت به من دلوك حول الجانب الرسالي والثقافي، وفعلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمو ذلك النماء دوما وأبدا فيما يتعلق بقضية الإمام الحسين عليه السلام. ودائما نركز على نقطة مهمة جدا، وهي أننا نحاول دائما أن نصدر فكرنا الإسلامي للآخر، خصوصا فيما يحل اليوم في كربلاء المقدسة من بلدان مختلفة على المستوى العربي
أو على المستوى الأجنبي، كذلك لا بد من التأكيد على مواجهة الدور الاستشراقي الخاص بالمستشرقين، سواء الذين ينظرون ضد الدين الإسلامي أو الذين حضروا إلى كربلاء المقدسة من خلال المؤتمرات، ويجب إيصال الصورة الحقيقية لدور الشباب الناهض في البلاد على المستوى الديني والوطني. الآن أنتقل إلى السيدة نهاوند من محور الصحن الشريف، وأحييكم سيدة نهاوند وعظم الله أجورنا وأجوركم سيدة الكريمة. أجورنا وأجوركم زميلي عباس، طبعا تحية لك ولجميع مشاهدي شاشة كربلاء الفضائية، عظم الله أجورنا وأجوركم. طبعا أقول لكم الرسالة اليوم من الصحن الشريف لمولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولنطلق إن شاء الله في هذا الصباح من حديث المولى الإمام الصادق عليه السلام: من أتى قبر الحسين عليه السلام تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم من الآمنين يوم المحشر بحبنا لمولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. على أعتاب الصباح تعبق الدنيا بذكر الحسين، الجميع متوجه نحو الحسين بين زائرا وخادم ومتمنيا للزيارة. موضوعنا هو اليوم عن دور الشباب الحسيني في إحياء النهضة الحسينية وبناء العراق، ويقع اليوم على عاتق أبناء العراق، خصوصا بما يتمثل اليوم الشباب الحسيني متوجه إلى كربلاء المقدسة ودوره السامي في ذلك. لكن معك سوف أتناول الدور النسوي وتحديدا الجانب التربوي والثقافي، بما أنكم الآن من موقعكم في العتبة الحسينية المقدسة وهي بؤرة إيصال وتصدير الرسائل التصحيحية للجوانب الأخرى، لكن بالتحديد حدثيني عن دور العتبات المقدسة في الجانب الثقافي والرسالي والريادي بما يتعلق في النساء. لك الحديث سيدتي. زميلنا عباس، صراحة أنه الحديث عن إحياء النهضة الحسينية وبناء العراق ما هو إلا حديث عن إصلاح المجتمع الذي جاء به المولى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حينما كان وخرج طبعا طالبا للإصلاح لم يعني يخصص الإصلاح في جانب ما، وإنما أطلق الأمر أن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا دليل على أنه الإصلاح في كل مصادقه على أرض الواقع. طبعا اليوم المشاركة الواسعة من قبل المستويات العمرية في زيارة الأربعين يعطي قوة مجتمعية للتغير المنشود إن شاء الله تعالى. أخص بالذكر الطاقات الشبابية اليوم المتواجدة على أرض كربلاء أو المحاور المتوجهة على أرض كربلاء. العتبات المقدسة وبالتحديد العتبة الحسينية المقدسة طبعا يعني خصصت و يعني أنه اهتمت ببيان أنه نهضة الإمام الحسين عليه السلام وإبرازها بصورة أنه الجانب الفكري والجانب العاطفي ببعديها المعروفين جدا. مسألة أنه الإبراز الطاقات الشبابية والنشاطات اليوم التي أطلقت بالتزامن مع مسير الأربعين الخالدة من قبل الأقسام النسوية كالملتقى ملتقى الأربعين الأكاديمي الذي أطلقته جامعة الزهراء طبعا منذ أيام بمشاركة دولية من قبل نخبة علمية أكاديمية مختصة، يتناول الملتقى عدة فعاليات. ندعو كل الأخوات من داخل وخارج العراق الانضمام إن شاء الله إلى هذا الملتقى. أيضا هناك أمسيات علمية ونشاطات كشفية عديدة جدا أنه تبنتها الأقسام النسوية الأخرى، ناهيك عن بعض الفعاليات طبعا من التبليغ الديني والإعلام النسوي التي أطلقت منذ أيام منذ مسيرة بداية مسيرة الأربعين في مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وأيضا أنه في المواكب الخاصة التي تقدم المشورة للزائرين. عباس، أنه لو أردنا أن نتحدث اليوم عن النهوض بالعراق وأنه التغيير الواقع، لو أردنا أن ننطلق اليوم من زيارة الأربعين، نحن قادرين بإذن الله تعالى وما نمتلك من عقيدة راسخة و
وبطاقاتنا، بطاقات شبابية كفوءة، أن نقوم بتغيير الواقع وأن ننهض إن شاء الله تغيير واقع بلدنا نحو الأفضل. لكن ما نرجوه أنه من كافة المؤسسات الدينية والثقافية والفكرية أن تطلق يعني خطط استراتيجية قبيل زيارة الأربعين أو هذه المواسم المليونية، كي تقوم باستثمار هذه الطاقات الشبابية وتصل إلى الغاية المنشودة إن شاء الله. جيد، بارك الله فيكم ست ناوند. الصوت واضح؟ نعم. طيب تسمعني سيد ناوند؟ نعم. طيب أسأل كذلك فيما يتعلق بقضية المؤتمرات والندوات التربوية والثقافية التي ذات أثر بعد زيارة الأربعين، هل العتبات المقدسة تؤكد على هذا الجانب، خصوصا جانب الشباب النسوي، لكوننا أننا بحاجة إلى تلك الندوات والمؤتمرات والمؤسسات ودورها الفعال، ليس فقط في زيارة الأربعين، بل أسأل كذلك عما يتعلق بعد زيارة الأربعين، هو يجب أن ينعكس علينا أثر زيارة الأربعين حتى بعد الأربعين، هل تراعي ذلك العتبات؟ نعم أحسنتم زميلنا عباس، هذا ما طبعا تم ذكره في بداية الحديث أنه نبذر البذرة إن شاء الله الأولى ونغرسها في بداية زيارة الأربعين كي أنه تنشط كل هذه الفعاليات على طوال العام. لكن بداية أنه نستثمر الطاقات الشبابية اليوم الموجودة على أرض كربلاء المقدسة أو المحاور التي تؤدي إلى كربلاء المقدسة، والعلم عند الجميع أنه أكثر الفئة العمرية المشاركة اليوم في مسيرة الأربعين هي من الفئة الشبابية. نقول أنه في يعني الأشهر الأخرى من السنة نطلق قد يكون مهرجانات أو مؤتمرات أو ندوات أو ورش أو دورات تدريبية، نستقطب فئات معينة من داخل وخارج العراق، وقد تكلف ما تكلف من الأموال، لكن اليوم المتواجدون اليوم على أرض كربلاء المقدسة بشتى الجنسيات وبشتى اللغات، دعنا إن شاء الله يعني ندعو كل من له شأن اليوم في المجتمع أن يجعل هناك يعني جدولة معينة إن شاء الله من أصحاب الاختصاص، وتطلق هذه الفعاليات أو قد يكون الخدمات التطوعية من الشباب. أنا اليوم صراحة أحب أنه يعني أنوه أكثر على مسألة الطاقات الشبابية النسوية. البنت إذا كانت متسلحة بالثقافة الصحيحة من منبعها الصحيح وأيضا صاحبة عقيدة راسخة، هذه راح تعطي قوة للمجتمع، يعني أنه خصوصا أنه تنهل من ثقافة زيارة الأربعين على طوال العام، لكن نبذر البذرة الأولى إن شاء الله من زيارة الأربعين. سيدة نهاوند على كل ما تفضلت به. طبعا ولا ننسى سادتي الكرام أن الأدوار التي خلفتها زيارة الأربعين في السنوات التي مضت أعطتنا مخرجات كثيرة، وبما أن الحديث كان مع سيدة نهاوند حول الجانب النسوي، فلا ننسى أن الوقفات المشرفة والمسددة والمؤيدة والمناصرة للعراق ولنهضة الإمام الحسين عليه السلام المنعكسة بأثرها السامي تمثلت وتجلت بوقفات نسائية مشرفة مع أبناء الحشد الشعبي ورجال القوات الأمنية، ولولا دورهن المميز والرائد لكان هنالك فجوة كبرى، ولكن دورهن كان ساميا، وهذا ما تجلى من أنهن استلهمن الدرس والعبرة من السيدة زينب ابنة علي بن أبي طالب ومناصرتها وتأييدها لأخيها الإمام الحسين عليه السلام ونهضته. لقطات مباشرة ومباركة من هذه الحشود التي تتوجه إلى كربلاء، والصورة مليئة بالوجوه الشبابية. بس ما أشرب ثغرة من وجهك الجنة ذوت ما ينطفي دهرك، صدرك مثل صدر النبي، ليش انسحك صدرك، ليش انسحك صدرك، ثاون ولم تذوي، صمت الدماء يدوي، ثاون ولم تذوي، صمت الدماء يدوي، ومذ جرى خط الكتاب أضحى شفاء وقباء.
جنة المأوى يا جنة المأوى نورك يشيع بمذبحك بس ما يشوفونه ما ينذبح خيط الضوى كل ما يطيعنون فوق الرمح تشرق شمس راسك على عناد العدا فنهم ينزلون من شيبك القطرة أوحت لنا الفكرة سادتي الأفاضل، لا ننسى أن أي نهضة بالأمة أو أي كفاح أو دفاع من أجل الوطن لابد أن يكون هنالك دور للمؤسسات الإعلامية في رفض تصحيح المسار وكبح الفتنة ومكافحة الجيوش الإلكترونية، خصوصا ما يقع اليوم على ما يتأصل من خلال وقتنا المعاصر وما نعيشه اليوم. المسيرة الحسينية، النهضة الحسينية وبناء الوطن لا يمكن أن يتنصل عنه الدور الشبابي الحسيني. كذلك سوف يكون الحديث مع زميلي السيد كرار الوزني حول هذا الجانب المهم، ودعوني في بادئ الأمر أن أرحب بالسيد كرار الوزني. لك التحية سيد كرار، وعظم الله أجورنا وأجوركم سيد الكريم. تحية طيبة لك زميلي عباس، وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى هذه الأيام الحزينة. أستاذ كرار، أسأل بما يتعلق بخصوصية الجانب الإعلامي. أنت تعلم أن موضوعنا اليوم هو ما يتعلق بقضية الشباب والنهضة الحسينية وبناء العراق، وللشباب العراقي دور هام، وأنت تعلم أن ما مر به العراق السنوات التي سبقت أوضاع خطرة جدا، ولولا الدور الرسالي الرائد لشباب شبابنا المسلم العقائدي لا أخذت الأمور منحى خطر أكبر مما يتوقع. اليوم وأنت في هذه المسيرة، هل هناك جوانب تثقيفية إعلامية، مؤسسات إعلامية حاضرة تحاول أن ترصن وتبين وتكافح كل تلك الأمور المبتنية على الفتنة والجعجعة بالأوضاع على الخطر، النيل من قداسة القدوات، النيل من يعني أسس هذه النهضات المشرفة؟ تفضل. طبعا بالبداية زميلي عباس، الإعلام يلعب دور مهم وغاية بالأهمية في مثل هكذا أحداث، في مثل هكذا تجمعات بشرية. الإعلام له كلمة الفصل في مثل هكذا نشاطات وهكذا فعاليات تقام في أي مكان في العالم. بشكل عام المؤسسات الإعلامية، تحدث أخصص في كربلاء المقدسة دور الإعلام الخاص بالعتبات المقدسة، كان له دور كبير وفعال للترويج والنقل الصورة الحقيقية لهذا التجمع المليوني في مدينة كربلاء المقدسة، متمثل بزيارة الأربعين، وكذلك النشاطات والزيارات والتجمعات التي تحدث في مدينة كربلاء المقدسة على مدار العام. الإعلام في العتبات المقدسة له خطة متكاملة وشاملة في هذه المناسبات، وكذلك له الدور الكبير في إنجاح هذه الزيارة إعلاميا. شوف شبابنا اليوم لهم دور بارز ومهم اليوم في مكافحة السلبيات الموجهة ضدهم وضد النهضة الحسينية وضد البلاد، كنا أغلب الشباب اليوم هم المستوى الريادي على مواقع التواصل وعلى المستوى الإعلامي. نلاحظ كثير من الشباب الذين يأتون إلى مدينة كربلاء المقدسة
دائما يستخدمون الهواتف النقالة في تصوير النشاطات والأحداث التي تجري على هذا الطريق المؤدي إلى مدينة كربلاء، أشياء إيجابية تنقل. كان في السنوات السابقة هنا يتم التركيز من بعض ضعفاء النفوس على بعض النشاطات السلبية، لكن في هذا العام قلت هذه الظاهرة، ظاهرة النقل الإيجابي والتوثيق الإيجابي ارتفع سقفه في هذا العام، كان واضحا. يعود هذا السبب في ارتفاع الحصيلة الإجمالية للتوثيق الإيجابي هو الندوات والتثقيف الديني، التثقيف الثقافي للشباب للقاصدين مدينة كربلاء المقدسة. أتى هذا العام بطريقة مختلفة، بترويج مختلف، هذه الرسائل التي يبعثها هؤلاء الشباب من خلال مواقع التواصل تصل إلى العالمية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تصل لربما مقاطع فيديوية تصور إلى ملايين المشاهدات. شيء إيجابي هذا العام. موقعكم الآن في مدينة الإمام الحسين عليه السلام للزائرين، طريق بابل كربلاء المقدسة، وجدت للدور الإعلام الديني الذي دائما هو يكافح تلك الأمور، وجدت هناك إقبال من قبل الشباب على تلك المحطات والمخيمات التي هي موجودة في موقعكم؟ قريب من المدينة هناك كثير من المحطات الثقافية، المحطات القرآنية، المحطات التوعوية التي تم إنشاؤها من قبل العتبة الحسينية والعتبة العباسية. نلاحظ إقبال كبير للشباب على هذه المحطات للتزود ثقافيا دينيا، شيء إيجابي. لاحظنا تغير ملموس خلال هذا العام، هذا بالنسبة ما رأيته أنا في هذا الطريق، لكن بشكل عام الترويج الإعلامي، الترويج الإيجابي، الترويج الهادف، المحتوى الهادف كان سقفه أعلى هذا العام. قلت في هذا العام نقل النشاطات السلبية التي لقلتها تحدث هنا وهناك، لكن بودي زميلي عباس أن أتحدث عن الإحصائية التي صدرت من قبل نقابة صحفي كربلاء. في اتصال يوم أمس مع نقيب صحفي كربلاء أكد لي بأن عدد الصحفيين الذين قدموا إلى مدينة كربلاء المقدسة وصل عددهم إلى 781 صحفي موزعين على القنوات الفضائية والمحطات والإذاعات. هؤلاء هم صحفيين عراقيين، بينما الصحفيين العرب والأجانب الذين قدموا إلى مدينة كربلاء المقدسة وصل عددهم إلى قرابة 520 صحفي. عدد الكاميرات، كاميرات البث التي دخلت إلى مدينة كربلاء، كاميرات البث، كاميرات التوثيق وغيرها من هذه الكاميرات، وصل عددها إلى أكثر من 600 كاميرا. عدد القنوات العراقية التي تنقل هذا الزحف المليوني إن كان نقل مباشر أو نقل تسجيلي وصل عددها إلى 67 محطة عراقية. عدد القنوات العربية والأجنبية وصل عددها إلى 13 قناة عربية وأجنبية. عدد الإذاعات 17 إذاعة، بينما الإذاعات العربية والأجنبية هي فقط إذاعتين فقط. عدد مركبات الـSNG، مركبات البث المباشر، منتشرة هذه المركبات في مداخل مدينة كربلاء وكذلك في الشوارع القريبة من العتبتين المقدستين، وصل عددها إلى 21 عجلة. كذلك هذه الإحصائيات لغاية يوم أمس لربما تزداد مع تقدم الساعات وتقدم الأيام وصولا إلى يوم الأربعين. سيد كرار الوزني، أنا ممتن لك بالشكر الجزيل لكل ما تفضلت به، وبودي أن أطرح تساؤلات لكن تعرف الوقت وأهمية الوقت. أسأل الله لك السداد والتوفيق والنجاح والتألق دائما وأبدا. شكرا جزيلا لك سيد كرار. نعم سادتي الكرام، مستمرون معكم ضمن هذه التغطية المباشرة والمباركة بما يقدم فيها. الآن أنتقل إلى أن هذه المسيرة الحسينية الشبابية والارتقاء بها على جوانب عدة، ودور الشباب في بناء هذا البلد، وبشكل دقيق أكثر هذه المسيرة
من الشباب ومن غير الشباب ومن المستويات الداخلة في العراق ومن أبناء العراق لابد لها من وقفة خدمية. هذه الوقفة الخدمية بها تتأصل الرصانة والحفاظ على هذه الأدوار المهمة للشباب وعلى مستوى النهضة كذلك. الآن ينضم معي السيد أنمار الفضلي من مركز مدينة كربلاء المقدسة. سيد أنمار مرحبا بك سيد الكريم وأهلا بك. طيب هل أمنا الاتصال مع السيد أنمار؟ طيب أعود معكم سادة الكرام الحين إن شاء الله أن يتأمل الاتصال مع الزميل أنمار الفضلي، وما نطرحه إن شاء الله في هذا المحور أو الجانب المتعلق بعنواننا اليوم في قضية دور الشباب الحسيني في إحياء النهضة الحسينية وبناء العراق هو الجانب الخدمي. لابد أن هنالك موارد مختلفة تقوم على أساس توفير كافة الخدمات لهذه المسيرة السامية التي بها تحيا النهضة الحسينية وبها يبنى العراق. أعود معك سيد أنمار، لك التحية وعظم الله لنا ولكم الأجر سيد الكريم. نعم عظم الله لنا ولك الأجر زميلي وبجميع مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ولجميع الأخوة المراسلين المنتشرين على عموم مداخل ومخارج مدينة كربلاء المقدسة. نعم مر هذه المسيرة المليونية. نعم متنوعة الأطياف والأديان والمعتقدات بغض النظر عن ماهيتها دور الشباب فيها بارز ومهم. نعم جدا، وبه تنهض النهضة الحسينية لنحو الارتقاء أكثر فأكثر ويبنى العراق. لا بد لهذه المسيرة من خدمة حتى تتعالى وتنمى شيء بعد شيء. هل بإمكانكم أن تحدثوننا عن الأدوار الخدمية الأمنية لإحياء هذه النهضة الحسينية والأدوار المختلفة فيها لا سيما دور الشباب؟ تفضلوا. نعم زميلي، يعني في الحقيقة نتحدث في البداية عن الجانب الأمني في مدينة كربلاء المقدسة. الجانب الأمني انتشار أمني مكثف من قبل قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء على جميع مداخل ومخارج مدينة كربلاء المقدسة والحدود الإدارية لمحافظة كربلاء المحاذية مع جميع المحافظات العراقية. كان هناك يوم أمس مؤتمر صحفي لفرقة العباس القتالية بحضور الحكومة المحلية، تم إعلان عن الخطة الخاصة بفرقة العباس ومدى المحاور اللي تم مسك الأرض لفرقة العباس القتالية المناطة بهذا الجانب، وأيضا الحكومة المحلية استعرضت الخطة الأمنية اللي دخلت حيز التنفيذ المباشر، لا سيما أن كما تعلم الأمن يفصلنا بين زيارة الأربعين سوى أيام قليلة فقط. يعني هذا اليوم تم قطع المدينة القريبة من الحرم المقدس، لكن هناك حركة انسيابية عالية لدخول العجلات إلى مدينة كربلاء لنقل الزائرين، وأيضا التفويج العكسي بعد أن أدوا مناسك الزيارة المواطنين والزائرين اللي يذهبون إلى محافظاتهم. يعني إن كنت تسمعني زميلي عفوا. أسمعك واضح تفضل استرسل. نعم هذا الجانب الأمني. أيضا هناك بالنسبة للجانب الخدمي شاهدنا ولمسنا هذه الزيارة هناك تفاعل كبير لدى الشباب والهمة العالية لدى الشباب من أجل إظهار هذه الزيارة بمظهر يليق بها وبمظهر عالمي أمام جميع دول العالم وأمام جميع وسائل الإعلام اللي حضرت. أكثر ما يقارب من 1000 وسيلة إعلامية دخلت إلى مدينة كربلاء المقدسة لتغطية هذا الحدث المليوني، وأكثر يعني أكثر الوسائل هناك وسائل عربية وأجنبية تغطي هذا الحدث التاريخي. التقينا بعدد من وسائل الإعلام الغير عراقية أكدوا بأن مسيرة الأربعين أصبحت مسيرة عالمية تسجل أرقام عالمية لما تقدم من خدمة طعام وشراب ومبيت وأجواء أمنية بالمجان إلى الزائرين. أكدوا أن بأن ما يبذل من
خلال زيارة الأربعين هي تضاهي ميزانيات دول وهناك إعداد وتنظيم قبل الزيارة، لكن في مدينة كربلاء والخدمات اللي تقدم جميعها مجانا. نعم الشباب الحسيني هم العمود الفقري، يعني إذا سمحنا الوقت لدينا بعض الشباب لنلتقي بهم. الشباب هم العمود الفقري لهذه الزيارة، شباب الحسيني، دور الشباب الحسيني. نعم نعم دورهم في هذه الزيارة. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى 40 الله إن شاء الله، وكل سنة وكل عام، وإن شاء الله ربي أدعم من مولاة زينب لا يحرمنا هاي الزيارة. اليوم اللي الشباب دور كبير في إحياء النهضة الحسينية وإظهار هذه الزيارة، عالمية هذه الزيارة، اليوم شلون تشوف دور الشباب في تقديم الخدمات، في تقديم الجانب الأمني أيضا، في تقديم كل ما يستطيعون من أجل السمو في زيارة الأربعين؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، فالعتبة الحسينية والعباسية يعني نشكرهم على هذا التنظيم وعلى هذا الجهد وعلى هاي، يعني كربلاء دومها منورة، هي منورة بهلها كربلاء بهلها. كشباب شلون قاعد تخدمون، شلون قاعد تقدمون الخدمات كشباب، الدافع اللي خلاكم تخدمون زوار الإمام؟ بيناتنا العباس أبو فاضل، أسان من البارحة ما نايم، والحد هذا يومك ولاكو تعب ولاكو هاي خدمة أبو عبد الله، يعني إنجاز كبير، كلش كبير، يعني ما ينوصف. إحنا مو هنا المشكلة، المشكلة من تخلص الزيارة ويا اللي تلقى زينب، يعني هاي المشكلة. إحنا يعني ما والله ما ندري شلون نعبر هذا اليوم. أستاذ أنمار إذا يعني تسمح لي وتسمعني جيدا، بودي أن تسأل الأخ اللي الآن بقربك، يعني هل كان له دور ريادي كونه شاب في مسألة الوقوف ضد داعش كونه شاب حسيني؟ يا زميلي في استوديو البرنامج يسألك، يعني هذا الحماس اللي لديك وكل خدمة، هل وقفت مع أخوانك المجاهدين ضد داعش؟ شلون ما وقفنا؟ هذول فخرنا، الحشد الشعبي، قواتنا الأمنية، كلها فخرنا هاي. يعني في سوح القتال وقفتم واليوم تخدمون أيضا زوار الإمام. أي والله أنا عمره لو يصح، لو عمره لو يصح أروح أنا أول واحد، يعني لو أبو عبد الله أطروح إليه، مالي وعيالي كله، أنا كله خير من أبو عبد الله. شكرنا. يشهد الله والله. شكر. بس أنا عند بيت لأبو فاضل والسيدة زينب، جابوا السيدة زينب والروس قبالها، صاحت سيدة زينب قالت بعته بخير لا تشمة الناس، أوي خويا مدام ويانا يمشي راس عباس، صاح الشمر صاح الشمر زينب وخذوها، تقل اخويا هاي التزام اطنب اخوها، اماخ اختك يا ابو فاضل ولو. بارك الله بك، بارك فيك. نعم زميلي، يعني اليوم الحماس لدى الشباب والعزيمه والاصرار من اجل مواصله درب الامام الحسين، مثل ما اشار انهم قدموا انفسهم ونذروا انفسهم كما نذروا انفسهم في تلبية سيد انمار الفضلي. انا ممتلك بالشكر الجزيل من اجل خدمه الزوار. نعم لكل ما تفضلت به، واسال الله لك القبول والسداد لكل ما قدمته انت وقدمه الاخوه الاخرين، واسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا واياكم من خدمه سيدي ومولاي الامام الحسين عليه السلام. سادتي الكرام، في الختام، الدور الرائد لإحياء هذه النهضة الحسينية وبناء الوطن لابد أن يتجلى بأمور عدة، أبرز تلك الأمور الرجوع دائما إلى سنة المصطفى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وثانيها أن نرجع دائما إلى ما أرسوه لنا آل البيت سلام الله تعالى عليهم، لا سيما أبو عبد الله الإمام الحسين عليه السلام، وثالثها أننا لا ننسى أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا ووعي تام، لأن هنالك فتنة، هنالك زعزعة وطن، هنالك نيل من قداسة مقدس، هنالك من نيل من القدوات كذلك، هنالك خرق للأسرة، فالأدوار مختلفة يجب أن تترتب علينا، المهندس من موقعه، الطبيب من موقعه، المعلم من موقعه، السيد الرائد دائما الناصح المرشد من موقعه، كل ذلك يترتب بالدرجة الأولى على شبابنا في بناء هذا الوطن.
وإحياء هذه النهضة الحسينية الرائدة. الكلام كثير في هذا المورد، وأسأل الله أن يكون وفقنا لما قدمناه. الآن ننتقل إلى محور العتبتين المقدستين، وحيث هنالك الحشود المتوجهة إلى سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين عليه السلام.